كرة القدم هي حياتنا، تو كرة، كرة القدم نتنفسوها، كرة القدم نعيشوها، كرة القدم هي خدمتنا. ما في أوقات الفارغ يعني كيما يكون عندك والو راح تشوف ماتش ولا راح تنطريني ولا راح تلعب ماتش ولا دونك كرة القدم نقدر نقول لك بلي سي تان موند سبيسيال. واحد كيما يكونش في كرة القدم ما يقدرش يفهم هاد الأمور، يعني لو كان ما تكونش تحب كرة القدم ولا ما تكونش تخدم في كرة القدم ما تقدرش تفهم هذاك الشخص كيفاش هو يعيش كرة القدم. أنا ما صنفهاش كأي رياضة أخرى، كرة القدم عندها انعكاس غير عادي مثل بقية الرياضات الأخرى، تأثر بطريقة غير عادية على المجتمعات وعلى الشخص عموما. لكن كرة القدم عندها شرم سبيسيال، نقدر نقولوا شرم سبيسيال، يقدر هو يتحكم في ليزيموسيون ولا في المزاج تاع المتتبع لكرة القدم، خصوصا هذاك الشخص اللي يقدر يكون مهووس جدا بكرة القدم. بالنسبة لي شغف، بالنسبة لي تعارف، بالنسبة لي وسيلة باش لما الشمل محبة فعل الخير يمكن نخرج على إطار كرة القدم. دايما كان واحد لافراز كان يقولها رونالدو بزاف، فوتبول از لايف، شغل فوتبول هو الحياة. أنا عندي كل واحد كيفاش يشوفها، بصح الفوتبول سي الشغف، الحب، فيه كلش، كل حاجة تلقاها في الفوتبول.